هذا الموضوع اللي حبيت نتحدث عليه. أمين، يعني باريس سان جيرمان لا ينتدي بلاعبين من أجل إدخالهم ضمن خطة الفريق أو ينتدي بلاعبين بعد استشارة المدرب. أعتقد بأنه كان ينتدي بلاعبين أكثر للشو الإعلامي. لما تنتدي بلاعب مثل بيكام، بيكام ماذا سيفيدك في تلك الفترة؟ لما تنتدي بلاعب مثل إبرايموفيتش وتاخذه يتصور امام لا ابراهيموفيتش كل صراحه قلب بي اس جي لواحد المرحله افضل نو كانوا معاه افضل ما مدوا الشامبيونز ليغ اللي شو الاعلامي. لما تنتدب لاعب مثل بيكام، بيكام ماذا سيفيدك في تلك الفتره؟ لما تنتدب لاعب مثل ابراهيموفيتش وتاخذه يتصور امام لا ابراهيموفيتش كل صراحه قلب بي اس جي لواحد المرحله افضل نو كانوا معاه افضل ما مدوا الشامبيونز ليغ. لما تنتدب ميسي تقول لي صح عملت شو اعلامي وديته وتصور امام لاتوري فال وعملت ضجه اعلاميه وجلبت الانظار وارتفعت بورصه الدوري الفرنسي بين الدوريات. ميسي وحده ما يقدرش يجيب لك الشامبيونز ليغ، لازم مع فريق. حبيت شفناه في الكوب ديمون في كاس العالم بانه فريق غير متوازن. صح يا امين، في شوف اللي تابع يعني بي اس جي هذا الموسم تبعنا انا نشوف قال لي ماتش تاعهم تشوف بانه الفريق يلعب بنصف فريق. نعطي لك انا اشوف مع دوناروما في الذهب دوناروما ماركينيوس والثلاثي الذهبي ميسي مبابي نيمار، هذ الخمس لاعبين هما اللي كانوا يلعبوا. نقول لك شنو هو المشكل، بقيه اللاعبين ادائهم متذبذب جدا. ميدو كان تشوف المقابله تاع بي جي، المشكل في البي جي شنو هو؟ مبابي لا يسترجع كورات، نيمار ما يسترجعش كورات، ميسي ما يدافعوش. عندهم كوبيون دو هذيك الساعه، عندهم ثلث هذوما لاعبين في ثلاثه ما يدافعوش ابار بارابور لهاد ثلاثه. نيمار يدافع خير منهم شويه. عندك فيتينيا ماشي ان فري ريكيبيراتور، واحد مقاتل كيما نقولوا كيميش ولا ما على باليش انا. تلقى غابي تاع بارسا جان صغير 17 سنه، تشوفوا كيفاش فوق الميدان كيفاش يلعب بحراره. ولا خصهم لاعبين اللي فريمون يديفونديو الفريق. انا نعاود نرجع للفكره تاعي، ما خليتنيش كملها امين. البي اس جي انتداباته للاعبين غير مدروسه. ساحيل السؤال لرشيد، ما فائده جلب لاعب مثل بيكام، لاعب مثل ابراهيموفيتش، لاعب مثل راموس، لاعب مثل نيمار، لاعب شوف ما عدا مبابي، حتى ميسي، حتى عمليه جلب ميسي فيها الشو الاعلامي اكثر من اكثر من معلش كان نوصل فكره نوصل فكره على احسن لاعب في تاريخ تاع كره قدم. لا واش راني نقول لك، فهمني امين، قلت لك ميسي لا يليق بطريقه لعب البي اس جي. هذا ما قلته لك. لا هذا ما انا نقول لك باللي يليق، هذا ما قلته لك. والدليل انه ميسي يعني في الموسم الاول قلنا يعني وجدنا له اعذار وقلنا صح هذا العام ميسي من احسن اللاعبين في بي اس جي في الدوري. زيد امين محمد، شوف سيفري ماشي لي زيكيب تاع كيما الباير نونت ونيس وكذا، مي شامبيونات دي فرانس كاين ناس بزاف بالك تستحق شامبيونات دي فرانس بارمي لي مير شامبيونات دو مون وشامبيونات واعره بزاف محمد باش نقولها لك. باسكو ثاني كاينه حاجه ويقول لك ميسي حبيت نسقسيك، شفناه في كاس العالم شفناك ميسي انت حبيت نسقسيك 35 سنه تسنى يولي ل 18 مات ويطلع كيما كان. هذيك صفقه ميسي فيها الشو الاعلامي اكثر منه، اكثر منها لاعب يفيد الفريق على ارضيه الملعب. والدليل على انه كلامي صحيح يا امين، ميسي انت جابوا ميسي باش يفوزوا بالدوري الفرنسي، هذا غير معقول لانهم كانوا يفوزوا بالدوري الفرنسي بدون ميسي وبسهوله كبيره. الان لما ميسي هاو جازوا العامين تاع ميسي في باريس سان جيرمان والبي اس جي، خرج مرتين متتاليتين من دوري الابطال والدور ثم النهائي، ما مشاش حتى للربع او للنصف النهائي مثل ما كان يفعل. وميسي الان في جوا مثلا يرحل، ماذا استفادت البي اس جي من ميسي غير الشو الاعلامي، غير الشهره، غير الاشهار؟ هذه انا معك وهذه انا مساندها، وانا نقول لك بانه جلب ميسي، جلب نيمار، جلب ابراهيموفيتش، علاش كانوا ياخذوا اللاعبين؟ ابراهيموفيتش فهمني علاش كانوا ياخذوا اللاعبين؟ احسن هداف في تاريخ يا امين. تقول لي انا نعطي لك انا احسن هداف في واش؟ في تاريخ الفريق لا في تاريخ البي اس جي، لانه فريق ما عندوش تاريخ. كيفاش لاعب يلعب عامين او ثلاث سنين هدافين يا امين؟ كيفاش لاعب، جاوبني على هذه، كيفاش لاعب يلعب عامين او ثلاث سنين في فريق يصبح الهداف التاريخي للفريق؟
هذه تبيلك بانه هذا الفريق مثل ما قال ميدو مؤسس في رباط الجزائر ما عندوش تاريخ كبير. احنا ما قلناش عنده تاريخ باش تولي الهداف التاريخي لريال مدريد مثلا او لبرشلونه، على بالك على شحال لازم تلعب في ريال 450 بيت كريستيانو رونالدو لازم تلعب 400 سنه ضوئيه باش تقدر تحقق هذا الارقام. لكن لما تلعب في فريق ما عندوش تاريخ كبير في عامين تقدر. مبابي الان مبابي اصبح الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان بدا البارح متى جلب هذا. واش حبيت نقول لك؟ حبيت نقول لك بانه انتدابات كانت للشو الاعلامي، والدليل انهم كانوا ياخذوهم لاكبر معلم في مدينه باريس امال محمد من اجل اخذ صور تذكاريه امام لا توريفا. اعطيك محمد، هل ريال مدريد او برشلونه لما كانوا يجيبوا اللاعبين يدوهم لمناطق سياحيه ياخذوا الصور سيبيلاس بار اكزومبل محمد يدوهم على الملعب لانه الملعب هو تاريخ الفريق؟ معليش معليش هذه وجهه نظري. دقيقه، انت راك عطيتني كما نقولوا حاجه باش نجاوبك بها. انت واش قلت لي؟ قلت لي بياجي ما عندوش تاريخ، ما عندوش تاريخ كبير. لماذا اليوم بياجي كي يخرج من الدور الثمن النهائي الناس ما تزعفش عادي؟ علاش كلها زعفان؟ انت كي راك تقول لي كيفاش يجيبوا صرفوا انا قلت باني انا قلت في هذا البلاطو يديروا مشروع بياجي. انا قلت في هذا البلاطو باني لن اناصر البياجي ولن اناصر منتخب فرنسا، هذه قلتها من قبل. معليش محمد، احنا اليوم رانا نتحدوا تناصر ولا ما تناصرش، احنا اليوم رانا جينا هنا باش نحلوا مقابله لا باش نهضروا. لكن فريق اللي عنده هذ اللاعبين الكبار وفي ارماده من اللاعبين ويخرج من هذا الدور، قلت لك هذه جريمه. صح صح صح. انت واش تشوف؟ انا انت واش راك تشوف؟ واش كيما نقولوا يخسروا اموال واش يجيبوا من لاعبين وما قدروش يتحصلوا على الشامبيونز ليغ؟ نعم. ما مانشستر سيتي ثاني ضيعوا بزاف اموال، نظن باللي الفريق صح الوحيد اللي صرف اموال في 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 في, في الطاهره كاع اكثر من ريال مدريد اكثر من مانشستر يونايتد نظن، ومازال ما تحصلش. ورانا نشوفوا سيتي من احسن الفرق، يقدر يربح باير ب3-0، يقدر يربح ريال مدريد، مي اليوم ما قدرش يتحصل على الشامبيونز ليغ. نعم. انا نظن الكاس هذه نقول لك تعمل نو تحب التاريخ ولازم سيفري لازم تعمل عليها، ولا بصح من ذاك الفوتبال ماشي علم دقيق ماشي ماشي. انا نقول سي با نشركوا رشيد في النقاش. انا قلت بان انتداب اللاعبين كان محمد اكبر خطا سيفري. نعطيك شوف شفت انا قلت تاع بي اس جي هذه السنه الاخيره فريق عنده هدف رئيسي هو فوز برابطه ابطال اوروبا، ما يكذب عليك حتى واحد كما قال لك ميدو منذ مشروع وقتاش 2011 منذ مجيء القطريين 2011 عندهم هدف واحد هو فوز برابطه ابطال اوروبا باش يعلقوا نجمه. رشيد اسمح لي ونولي لك راني جاي بياجي بياجي قبل ما يجيو للقطريين كانوا يلعبوا لا اونزيام بلاص باش نتفاهموا محمد يعطيك الصحه. ليون كان مسيطر. كمل رشيد. ومن بعد كسكي ومن بعد هذا العام الاخر شفت روماركيت محمد تناقضات تاع بياجي شوف مولاو يجيبوا لاعبين شغل من الاكاديمي تاعهم ليكول تاعهم لاعبين صغار يطلعوا فيهم يلعبوا في الفريق الاول. شفنا بعض اللاعبين اليوم دخلوا هل بهذا اللاعبين انت تقدر تفوز برابطه ابطال اوروبا امام العملاق البافاري اللي عنده لاعبين من كل نواحي فورالين من كل نواحي؟ رشيد ما شاطروش في حاجه كي قال لك بديجان مع رودريغو جان في ريال مدريد فينيسيوس جان ماشي كيف كيف سي ديجا تشواميني جان كامافينكا جان لا سمعني رودريغو كي جابوه كي جابتو الريال جابوه شوا ديزون بين قوسين جابوه ستار بين قوسين ستار كي جابوه بصح هاد اللاعبين هذا الزاير زاير هذا لا يولا انت في بي اس جي قبل ما يطلعوا سينيور راه يدخل نو انت واحد ما نعرفوها واش حبيتوا تقولوا؟ هل تعتقدون سؤال اليوم رشيد هل تعتقدون يجيب لاعبين من ولا هكذا اليوم حتى كارلو سولار فابيان رويس ميدو هل تعتقد بان السؤال خلينا نطرحوا السؤال ميدو هل تعتقد بان البي اس جي اصبح فريق فاقد للتوازن طائر يطير صح. بجناح واحد فريق يلعب بنصف فريق هذه منذ الموسم الماضي حتى الموسم الماضي في وجود بوكيتينو عانى كانت عنده محطات موفقة في دوري الأبطال ربما في سنة 2020 لما لعبت البطولة على شكل بطولة مصغرة فاينل 8 يعني 8 فرق في دور ربع النهائي وين طلع مباراة واحدة ويقصى تذكر في موسم كوفيد سنة في الكوفيد كان مشى للدور النهائي لأنه الدورة لعبت في 10 أيام ولا 15 يوم دورة مغلقة في حتى ليون في تلك الدورة مشى للدور نصف النهائي أقصى مانشستر سيتي هذيك ما فيهاش ثبات خسر أمام البايرن في الدور النهائي ما عدا ذلك
البي اس جي هل وصل الى نصف النهائي من قبل مره واحده اقصيه امام سيتي لما خسر سيتي اللقب امام نادي تشيلسي؟ تقريبا لي دو ميور بيرفورمانس في ليستوار تاع باريس سان جيرمان، نهائي 2020 نصف نهائي 2021، افضل نتيجتين تاريخيه في تاريخ البي اس جي، واحده مع توماس توخال والاخرى اعتقد مع بوكيتينو لما وصل نصف النهائي بعد طرد توماس توخال في نصف الموسم، وفي ذلك الموسم توخال هو من توج برابطه الابطال مع تشيلسي. فقط كان شيء اخر ايضا لما نتحدثوا على جلب اللاعبين، جلب المشروع تاع القطريين في بي اس جي ما كانش مشروع رياضي فقط، كان فيه ايضا نوع من التسويق لكاس العالم في قطر 2022 لانه انت تعرف بلي دوري ابطال اوروبا تحتاج لبعض العراقه، تحتاج لبعض الحظ ايضا، فيه لا شونس دان شامبيون ثاني في كره القدم تيكزيستي. اليوم لو حبوا يديو دوري الابطال حقيقه كاين فرق عريقه تعاني في اوروبا. نعطيك مثال واحد، الميلان، ميلان واسي لو استثمروا في ميلان اسي مثل ما استثمروا في البي اس جي كانوا حصلوا على لو كان داو دوري ابطال اوروبا، لانه الميلان نادي عريق، سبعه دوري ابطال اوروبا، عانى مشاكل ماليه فقط، واليوم انا اشوفه في دور ربع النهائي بلا شيء بلا شيء بمجموع حارس تاتارو تشانو بهاد اللاعبين في ربع النهائي اليوم ماكمينيو، ولكن لعب تاتارو تشانو العديد من المباريات منذ بدايه الموسم، ماهوش بلاعبين كبار الحق للربع النهائي. علاش؟ بكروني عنده ثقافه وتقاليد دوري ابطال اوروبا، لذلك الاستثمار في ميلان بالنسبه لي هذه تبقى وجهه نظري، قد تكون صائبه وقد تكون خاطئه. مشروع البي اس جي كان اكثر منه ترويجي لكاس العالم 2022 اكثر من شيء اخر، والدليل انه اليوم ولي العهد على ما اعتقد في قطر يبحث عن شراء نادي مانشستر يونايتد مقابل 5 مليار جنيه استرليني. اعتقد لو يتحصلون على نادي مانشستر يونايتد قد يتركون البي اس جي في نهايه الموسم، لانه من الجانب الرياضي مشروع خاسر على طول الخط. نعم.